زي ما احنا شايفين دلوقتي هو ده المليون. خلينا ناخد واحد بعيد كده. ده المليون اوكي، ده متركب فيه الشير بلوك او كوباية زي ما بيقولوا، تمام، من قدام. وده الجاسكت بتاع المليون، تمام. الشير بلوك بيتركب من قدام بثلاثة سكرو، المفروض يركبوا ثلاثة سكرو عشان الترانزام يركب قدام ويتثبت من فوق. والترانزام بيجي في الجروف هنا، الترانزام السكرو بيجي في الجروف ده، بيجي اتنين هنا واتنين هنا. عاوزين بتسألوا يعني ايه ده؟ ده اسمه الدرينج نوزل. الدرينج نوزل دوت فايدته، خلينا نبص كده، فايدته ان ده بيجمع المية وبيطردها برا. المية بتيجي من على الترانزام، بتيجي في المجر هنا، بعدين بتيجي هنا، بعدين بتطرد برا. يعني لو المية دخلت من بقى فلين البريشر بليت والكفر كاب، لو المية عدت بتيجي في المجرة بتاعت الترانزام، والترانزام بيمديها على المليون وبيمشي في المجرة هنا وبيطلع المية برا، تمام. فده اسمه التريجين نوزل. وده الايزوليتور، ده بي في سي، الماتيريال بتاعته بي في سي. بيركبه ازاي؟ بنحطه هو بيرتك كليب ونضربه بالهامر بالشاكوش الرابر، وبيتضرب بيسقط في المكان بالظبط. ولازما عند اللي زي ما احنا شايفين هنا ده النوزل، لازما يتركب سيليكون في المنطقه دي عشان المايه ما تعديش، المايه تقف هنا وتعدي من المنطقه دي بس، ماشي. خلينا نبص على المليون. هنا ده الشير بلوك بس في النص، يعني الكوبايه في النص متركبه بثلاث مسامير، وبعدين بيجي ترانزام في المنطقه دي. المفروض الجاسكت هنا معمول غلط، الجاسكت المفروض يتقتل لحد المنطقه دي بس عشان الترانزام هيركب جوه، فممكن هم مزودينه وفي السايد هيقطعوا لي الجاسكت هنا، تمام. وده الايزوليتر متوصل، المفروض برضو ما يحصل توصيل هنا يتركب سيليكون، تمام. هنا بقى هنيجي لنقطه مهمه جدا. احنا بين المليون والمليون بنعمل اكسبانشن جوينت، صح؟ بنسيب يعني الطبيعي بنسيب 10 مللي، وده على حسب المشروع، كل مشروع ومشروع. فده اسمه السليف. السليف دوت بص هنا، ده السليف بيتركب من قدام زي ما احنا شايفين هنا بسكرو في المانيون اللي تحت، وبعدين بيروح المليون من فوق، بعدين بيركب المليون الثاني من الجهه الثانيه، تمام. فده اللي بيعمل الاينمنت للمليون اللي تحت والمليون اللي فوق، لان انت مثبت المليون اللي تحت محتاج سليف او دراع او اي يعني مش عارف يعني سليف، سليف يعني قم ولا حاجه بالعربي، اهم حاجه سليف يعني بيعمل الاينمنت للمليون اللي تحت يبقى نفس الاينمنت المليون فوق. والنظام هنا زي ما احنا شايفين بيتثبت بسكرو من قدام، تمام. فهو ده فكره المليون، وده جاهزين عشان يطلعوا للموقع. اتمنى تكون الصورة واضحة وتكون الدنيا مفهومة. يعني لو بصينا من فوق نمشي المليون ده كده، هو ده الجاسكت مقطوع صح هنا عشان الترانزام يجي يركب في المنطقة دي، بعدين بيسكروا من قدامه. فهنا عندنا ترانزام جاي في المنطقة دي وترانزام جاي في المنطقة دي. دي شكل عام للمليون عامل ازاي.